احنا بشارع باب البيض هذا اللي منطقه تربط بين خزرج وباب البيض، هذا الشارع الخدمي اللي بيناتهم. تمام يعني بدايه الخزرج هذا، بدايه خزرج ومدخل باب البيض هذا يسموه. فاحنا نحكي على المنطقه اللي صار لها الاف السنين، فما حد ما يجي عمرها 100 شارع صار وغيره وغيره صار، وهذه البواري مال ما يوميا تتكسر لانه بسبب التكسير اللي مال هذا الشارع، بلطوا الشارع الرئيسيه وبقعد عندنا هذا الخدمي، و100 معامله قدمنا نحن للبلديه، وصلنا واني من واحد من الناس رحنا للبلديه قدمنا على هذا الشيء على هذا المشروع ان شاء الله، بس عم ما تقرر الميزانيه، واحنا يا ايمت تتقرر لها الميزانيه مال الدوله، احنا يومين على هذا الحاله يعني. شوف هسه هذا الماي، اشوف هذا البيت هذا داس، هذاك الاخ داس راح يقع زين، هذا البيت هذا داس مرتين يسوي عمره، هذاك بيت الاخ نفس الشيء. طبعا المي من يتجمع مكسور. عندك هذا البوني مكسور 100 مره يسووه وينكسر، ليش؟ يسوون بس شلون من كان ويمشون. هذا البيت راح يقع، بس دحق عليه راح يقع، كلته دايس. شوف الركن هذا البيت كلته داس من ورا الماي، هذا البيت اندفن على البيت كلته من ورا هذا الماي. هاي النفايات يوميا البلديه تجي تشيله وما يفيد، ليش؟ فرع مهجور على بالك، والمنطقه كلها مسكونه، ما يريدون العالم ترجع علي من شلون ترجع، ما يريدون الوضعيه ترجع هنا. هسه احنا وين؟ خزرج. الخزرج زين. هسه شنو معناتكم بالشارع هذا؟ والله معاناتنا هذا الشارع دق عليه بالشتاء، يطوف المدارس منين يروحون التلاميذ على المدارس وبهدله، وحتى داس الشارع يعني ذاك مو غادي، وتريد يعني من البلديه تشتغل به وتبلطه، هذا نريد منه. خمس هذا البوري المكسور، هذا السياره تكسر رايح جاي، طبعا مكشوف بور انكسر على طول. ليش ينكسر على طول؟ لان الشارع مكسر كله، الشارع مكسر زين. بلطوا الرئيسي بس بقت الفروع، الفرع هذا يمكن بشارع بالموصل بس البقى يمكن بيه بخزرج هذا يعني اكثر من 15 سنه يمكن ما تبلط، هذا اكثر زي من 15 سنه. هسه احنا بالعوجات جوا يسعد من يدامون الاولاد، ها ما يطيقون يمشون من الطريق زين. وكل مكان به زبايل مزبله. ايه غير تبع العالم اشعب غير هم يجون يشوفون. اي هذا بيت مخسوف. مخسوف من وراء الماء؟ اي لا هي باربي شارع هذا. اي هذا على طول هالشكل هذا حاله. هذا بالشتاء شلون؟ بالشتاء ازيد حق غادي هم بديت المكانات. بس احنا بدايه الشتاء هسه. اي بعد بدايه الشتاء. إيه؟ هذا دحك خطيه، كل مره يعملوا ويرجع يعملوا ويرجع. من هو؟ هم يعني هم من يسيعوا هم يرجع بنفس الشيء.